السلام عليكم. في البداية من الكورس هنبدأ نتكلم عن الـ Recurrent Neural Networks أو الـ RNNs. الـ RNNs من ضمن أنواع الـ Neural Networks المهمة جدا والـ Advanced شوية يعني، والمهمة أكتر في التعامل مع Sequences، بنعمل حاجة اسمها Sequence Modeling. يعني شفت قبل كده مثلا إن CNNs مفيدة أكتر بكتير في التعامل مع الصور أو التعامل مع الفيديوهات، وده مش معناه إن لو إحنا استخدمنا Fully Connected Layer عادية خالص مش هنعرف نتعامل مع صور خالص. يعني هنعرف نتعامل مع صور، بس CNNs التعامل مع صور بشكل احسن بكتير واكثر كفاءه بكتير، سواء على مستوى الجوده والافشنسي، وعلى مستوى قصدي يعني دقه الكلاسيفيكيشن انا بعمل كلاسيفيكيشن، او على مستوى السرعه، على مستوى عدد البارامترز اقل وهكذا يعني. فبرضه الار ان انز نوع من النيورال نتورك هنتكلم عنه، وهنا نوع اصعب شويه من انواع التانيه يعني، بس هو مفيد اكتر في التعامل مع سيكونسز. احنا هنبدا كده من فوق واحده واحده ننزل تحت، يعني هنتكلم الاول بشكل اوفر فيو عام كده من فوق قوي، وبعد كده نبدا ندي شويه انتويشنز وكونسبتس اقل شويه، وبعد كده نبدا نخش في تفاصيل تحت والباك بروجيشن رولز والرياضه والكلام ده كله. فبالتالي لو انت حسيت ان الدنيا في الاول مايعه شويه او مش محدده قوي يعني، مش سبيسيفيك قوي يعني، ممكن تستنى شويه، ان شاء الله هتتبسط مع نهايه حياتك. طيب الاول كده من فوق قوي، ايه انواع المشاكل اللي ممكن نحلها باستخدام هذا الشيء اللي اسمه ار ان انز اللي احنا لسه مش عارفين ايه هو؟ ممكن تعمل حاجات مثلا زي ماشين ترانسليشن، عايز تدي مثلا باراجراف او كتاب بالانجليزي وتحوله عربي، او عربي تحوله انجليزي، ماشي. فانت ده سيكونس اوف ووردز عايز تعمل له ترانسليشن، ده مثلا حاجه عندك حق. يعني مثلا تعالى نكتبها كده مثلا ماشين ترانسليشن، او ترانسليشن على طول ترانسليشن. عندك حاجه مثلا زي تكست جينيريشن، تكست جينيريشن دي بروبلم مشهوره كده، او يعني حاجه الناس دايما بتعملها تسالي كده، ان هم مثلا ادوا شويه كتب او ماشي شويه كتب لشكسبير للريكارنت نيورال نتورك، وبعدين خلوها تحاول تجنريت تكست شبه تكست بتاع شكسبير، فعلا طلعت تكست شبه تكست بتاع شكسبير، وان كان ما كانش له معنى قوي في الحاجات اللي عملوها في الاول يعني، ما كانش يعني طلعت تكست تحس ان هو نفس الاسلوب، بس مش معناه ان هو له معنى يعني، مش عمل ادبي فعلا يعني، بس حاجات نفس الاسلوب، تحس نفس الموسيقى الكلام كده نفس الشكل يعني. في ناس برضه عملوا حاجه زي كده تكست جنريشن، بقى عملوا جنريشن لفيك بيبرز، فيك ريسيرش بيبرز، وفي ريسيرش بيبرز منها عدت في بعض المؤتمرات النص كم يعني، بان هم ما كانوش بيراجعوا كويس ايه اللي مكتوب، فطلع ان الناس يعني طلعت ريسيرش بيبرز ملهاش اي معنى ومش بتريسيرش في اي حاجه، بس هي شكلها موحي او شكلها شبه الريسيرش بيبرز، وعدت في بعض المؤتمرات الايه النص كوم. طيب عندنا غير كده مثلا حاجه اسمها مثلا سنتيمنت اناليسيس، ده بحاول افهم اللي بيتكلم ده مثلا يعني، او سنتيمنت كلاسيفيكيشن، خليها كلاسيفيكيشن، بحاول افهم اللي بيتكلم ده مبسوط ولا متضايق، اللي هو مثلا ايه this movie is very good، يبقى انا كده هديله مثلا يعني كده، ده بحول يعني this movie is very good، وانا بحول الكلام ده الريتنج من 0 ل 5، لو very good لو حلو قوي يبقى 5، لو وحش قوي يبقى 0، يعني بعمل زي بدي ريتنج كده ماشي. فمثلا لو قلت this text is very good او this movie is excellent، مفروض ال RNN اللي احنا هنعملها تاخد الجمله دي وتحولها مثلا رقم 5، ان خلاص الراجل مبسوط قوي بالموفي. بينما لو مثلا this movie is باد، ياخدها مثلا يديها نجمه واحده مثلا او وهكذا يعني. فانا باخد سيكونس اوف ووردز واحاول افهم هو كله على بعضه، معناه ان اليوزر مبسوط ولا مش مبسوط ماشي. فبرضه تعامل مع سيكونس. في ما حاجات زي غير التكست جنريشن، عندي مثلا ميوزك جنريشن، في ناس بتجنريت ميوزك باستخدام ار ان ان، ميوزك جنريشن او اوديو جنريشن عموما. مثلا عندي بروبلم مثلا ايمج كابشنينج، وده هتلاقيه مستخدم شويه في الفيسبوك يعني، اللي هو انت عندك صوره وعايز توصف ايه اللي جواها، عايز الالجوريزم يوصف ايه اللي جواها. لو انت شفت مثلا لما تابلود صوره على الفيسبوك، بالذات لو النت وحش والصوره ما ظهرتش، بتلاقي يظهر لك الترناتيف تكست على الايمج فيها وصف الايمج ده، مثلا تلاقي مثلا يقول لك ايه ايمج وذ تو بيبل ويرينج سان جلاسز مثلا. انا شفت حاجه زي كده قبل كده على الفيسبوك عادي، اظن هتعرف تلاقيها حتى لو يعني ما علينا يعني. او مثلا ايمج سكاي مش عارف لاند سي مش عارف اند بوت، عايز كده يعني. فده اسمه ايمج كابشنينج، تاخد صوره واحده ويتحولها لسيكونس اوف ووردز بتديسكرايب الصوره دي. عندنا حاجات مهمه زي تكست تو سبيتش سيستمز، اللي هو انت كلام مكتوب وانت تقراه ماشي، كلام مكتوب وانت تقراه، او النيورال نتورك تقراه يعني. وعكسه حاجه اسمها سبيتش ريكوجنيشن اللي هو صوت، سيكونس اوف ووردز كصوت سبيتش ريكوجنيشن، وانت عايز النيورال نتورك تعرف تحوله لك لكلام مكتوب، سبيتش ريكوجنيشن تحوله لكلام مكتوب.
عندك حاجه مثلا اسمها activity recognition. لو انت عندك فيديو ماشي, انت عندك sequence of images, فاحنا عارفين الايمج لوحدها احسن حاجه فيها يعتبر السي ان ان, بس عندك بقى sequence of images ساعتها ممكن تستخدم سي ان ان وار ان ان مع بعض بشكل ما, بحيث انك تعرف sequence of frames ده بيعمل ايه. مثلا عايز تقول مثلا الناس دول بيلعبوا كوره, الناس دول بيعوموا, الناس دول نايمين, الناس دول بياكلوا, الناس دول بيشربوا. فانت عشان تعرف توصف الكلام ده محتاج تاخد في اعتبارك الفريمز. يعني مثلا احنا في ناس, يعني لو انت بتاكل فانا ممكن من خلال فريم واحد بس اعرف ان انا باكل, مش محتاج السيكونس في حاجه. ولكن في معلومات اعمق شويه موجوده في الفريمز. يعني تخيل مثلا ان انت ماسك كوبايه زيت, ازازه زيت ماشي, او مثلا واحده ست, صوره فيها واحده ست ماسكه ازازه زيت ماشي. انت ساعتها ممكن لو انت بتوصف بشكل مباشر تخلي النيورال نتورك تطلع, تخلي النيورال نتورك تطلع ان دي واحده ست ماسكه ازازه زيت ماشي. بس ممكن لو السيكونس اللي قبل كده كان فيه مثلا دخول من باب سوبر ماركت, فالنتورك تقول لك لو انت عندك ار ان ان او معتمد على سيكونس, الناس تقول لك دي واحده بتشتري ازاز الزيت من السوبر ماركت. بينما لو كان السيكونس اللي قبل كده مثلا في بوتاجاز وبيته ومش عارف ايه, يبقى دي واحده بتطبخ باستخدام ازاز الزيت. فالقصد ان المعلومات الجايه بالسيكونس بتخلي الاوتبوت بتاع النيورال نتورك ادق شويه, بدل ما نقول بس مجرد واحده ماسكه ازازه زيت, لا دي واحده بتشتري زيت او واحده بتطبخ دلوقتي الغداء مثلا. فيعني ده ممكن نسميه في الاخر مش عارف activity recognition ولا حاجه, activity recognition from videos مثلا. في بقى حاجات تانية مش عارف زي emotional recognition, عايز كده كتير. يعني في problems كتير جدا, في ناس بيستخدموه في ال DNA sequencing وحاجات زي كده. اي حاجه فيها sequence مهما كان sequence ده ايه, بتلاقي ان ال RNNs مستخدمه بشكل ظريف يعني. طيب تعال بص بصه كده اعمق شويه على الكلام ده. يعني عايزين بس نلاحظ ان انواع البروبلمز دي متنوعه شويه. يعني عندي مثلا, او تعال نشوف العلاقه بين الانبوت والاوتبوت في البروبلمز اللي عندنا دي. هنلاقي ان احنا عندنا مثلا بروبلمز فيها ميني تو ميني ريليشن, ميني تو ميني اللي هو سيكونس اوف ميني ووردز مثلا, او سيكونس اوف ميني حاجات تو سيكونس اوف ميني حاجات بدل ما ووردز ولا. يعني على سبيل المثال زي الماشين ترانسليشن, فانا عندي sequence of words بالانجليزي عايز احولهم لsequence of words بالعربي, فانا عايز النيورال نتورك تعرف تجنريت words تجنريت many words والانبوت بتاعها many words. طيب وفي الاخر دي بتكون supervised learning problems. يعني هنتكلم بالتفصيل على الكلام ده برضه, انا بتكلم من فوق قوي, بس هي في الاخر supervised learning problems. وبالتالي انا بحتاج اديها وانا اثناء التريننج, انا بديها training examples, بديها pairs of x مثلا xi ده input وي واي اي اللي هو الليبل. بس الليبل هنا مش في المثال ده مش كلاسز يعني, لا ده انا بديها انبوت بالعربي مثلا يذهب احمد الى المدرسه, وهي المفروض ساعتها يعني انا بديها انبوت وبديها ليبل, ده كده في التريننج, ده سوبرفايز ليرنينج. هيقول لي مثلا هنا احمد جوز تو سكول, احمد جوز تو سكول. طبعا في المثال ده بالصدفه طلع ان عندي اربع كلمات بالعربي واربع كلمات بالانجليزي, بحيث ان ممكن يكون ترجمه حاجه بالعربي مش ما فيهاش نفس عدد كلمات ترجمه نفس الحاجه بالانجليزي. يعني ده كلام منطقي يعني. فالقصد ان ساعتها ده بسميه ميني تو ميني سيكونس ليرنينج. مثلا عندي حاجه مثلا اسمها ميني تو 1, ده نوع تاني يعني. ده كده هيحتاج ار ان ان باركتكتشر معينه تستخدم عشان تعرف تهاندل ميني تو ميني ريليشن حاجه كده. عندك ميني تو 1 زي مثلا موضوع السنتمنت اناليسيس ده او سنتمنت كلاسيفيكيشن ده, انا بديك جمله كبيره قوي ممكن اديك ريفيو 10 سطور وانت تطلع لي الراجل ده مبسوط ولا مش مبسوط. فانا باخد سيكونس كانبوت ولكن الاوتبوت بتاعي هيبقى رقم, هيبقى 1 حاجه مش هيبقى سيكونس. فده برده محتاج نوع اركيتكتشر معين من الار ان ان. طيب عندي مثلا حاجه زي الميوزك جينيريشن مثلا او التكست جينيريشن, انا ممكن ادي النيورال نت دي ممكن نسميها 1 تو ميني. انا ممكن اديها ادي النيورال نت مثلا رقم بيعبر لي عن نوع الميوزك اللي انا عايز اعملها جينيريشن, مثلا موسيقى شرقي, موسيقى مش عارف غربي. يعني انا اديها رقم معين ليبل مثلا او 0 1 2 3 وهكذا, او مثلا اديها رقم يعبر عن اسم باند معينه انا بحب الموسيقى بتاعتها حاجه كده يعني. وهي هتجنريت بقى ايه سيكونس كبير من الميوزك, كام ثانيه ولا كام دقيقه مثلا. فده اسمه ايه 1 تو ميني. عند كده ميني تو 1 وعندي 1 تو ميني ماشي. ممكن 0 تو ميني برضو لو انت عايز يعني قشطه يعني ماشي. بعد كده عندي حاجه زي او لا الميني تو ميني عندي بينقسم لحاجتين. عندي ميني تو ميني والعلاقه بين الانبوت والاوتبوت فاريبل, يعني عدد الانبوتس في الانبوت سيكونس
مش بيساوي عدد الاوتبوت في الاوتبوت سيكونس زي ما قلنا في الماشين ترانسليشن. ممكن يكون مثلا جمله مثلا بالعربي تترجم لجمله اطول بكتير او اقصر بكتير بالانجليزي وهكذا. طيب فده ميني تو ميني، ولكن في فرق ما بين الانبوت سيكونس، ما بين عدد الانبوت في الانبوت سيكونس وعدد الاوتبوت في الاوتبوت سيكونس. وعندي ميني تو ميني بس بنفس عدد الانبوت وعدد الاوتبوت. يعني مثلا لو قلت لك حاجه اسمها named entity، named entity recognition او entity classification، classification او recognition مش مهم. الحقيقه ده المثال اللي انا هتكلم عنه في اغلب بقى الكام فيديو الجايين دول، لان هو مثال classification، واحنا دايما بنبدا بالclassification بحيث انا بحس ان هو ابسط حاجه. يعني مثلا ان انا اشرح على classification اسهل من ان انا اشرح على الميوزك جنريشن مثلا، ماشي؟ زي ما عملنا في سي ان انز برضه، احنا بدانا بالclassification. والحقيقه ان انت عندك كميه ابلكيشنز للسي ان ان بعيد عن classification كبيره جدا، بس رغم كده لو انت فاهم الclassification هتلاقي انك بسهوله تقدر تفهم بقيه الحاجات، الموضوع مش هيبقى صعب. يعني نمد امتي ريكوجنيشن مثلا، لو قلت لك انا عايز اشوف اسامي البشر في الجمله فين، يعني مثلا انا عايز يذهب احمد الى المدرسه، ماشي؟ انا عايز ادي الجمله دي للنيورال نتورك تطلع لي هنا 0 1 0 0، يعني ان ده اسم علم، اسم كائن بشري. فانا عايز مثلا نيمد كائن بشري ريكوجنيشن، يعني فانا عايز اكلاسيفاي كل جمله هي اسم انسان ولا مش اسم انسان، ماشي؟ في الحاله دي عدد الحاجات في الانبوت سيكونس بيساوي عدد الحاجات في الاوتبوت سيكونس، فكده ميني تو ميني بس مع نفس عدد الكلمات يعني، او نفس عدد السيكونس بارتس. ماشي، دي كانت مقدمه كده سريعه عن الموضوع. انا مدرك ان انا عمال اقول ار ان ان ار ان ان غير اصلا موضح يعني ايه هي الار ان ان، وانا مدرك الموضوع ده مزعج شويه، بس ان شاء الله واحده واحده الدنيا هتظبط يعني.